خالد، احنا قاعدين نحكي عن الاتحاد، لازم اسالك هذا السؤال، ايش قصه المدافع المصري احمد حجازي؟ الصفقه وين راحت؟ ايش كان التفاوض عليه؟ لا لا، الصفقه حقيقيه، ولانه في كثير يعني بصراحه كثير شككوا. اول وكيل اعمال، حتى وكيل اعماله يعني نفى، وهو كان يفاوض الاتحادين في خلف الكواليس صراحه. موجوده الصفقه والاتحاد، ليس هو احمد حجازي فقط الذي كان الاتحاد فاتح خط صاخر معه، ايضا في خط ثاني كان مفتوح معه، واحمد حجازي كان خيار اول حقيقه، ولاعب جيد اذا كان تم استقطابه، وتم عرض اول شيء الحصول موافقه النادي الانجليزي، وحصل عليه نادي الاتحاد رسميا مقابل المبلغ الذي يرغب فيه النادي الانجليزي. باخذ الخطوه الثانيه اللي هي التفاوض مع احمد حجازي، وبدت بمليون و700 الف جنيه استرليني لمده موسم واحد، في الوقت اللي يحصل فيه احمد حجازي على 2 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد في الدوري الانجليزي. ثم رفض يعني اللاعب مبدا كذا انه الانتقال وما الانتقال، ثم رفع الاتحاد الى 2 مليون ونصف جنيه استرليني في الموسم الواحد. اللاعب طبعا طلب، لا طلب الى ما قبل امس الى 3 مليون ونصف جنيه استرليني، وهذا مبلغ كبير جدا صراحه ومبالغ فيه من جهه اللاعب يعني. فقال رفض الاتحاد وتمسك بعرضهم، قالوا قال اللاعب احمد حجازي ووكيله، هذا كلام صحيح، حتى اكدوا يعني امس مدرب الفريق الانجليزي بليتش واعلام انجليزي اعتقد وضحت الصوره هذه موجوده. طلب اللاعب احمد حجازي اخوي حازم طلب الانتقال مقابل 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات وبمبالغ مقاربه ل يعني 2 مليون 2 مليون ونص جنيه استرليني، وكان هذا امر يعني صعب مجحف. طبعا هو شوف النقطه التحولية اللي صارت وقت ما تسرب الخبر بشكل رسمي بإجازة ابو خالد، لانه ما عندي وقت صراحه مفاوضه، اذا تقول لي اياها بإجازة لما تسرب الخبر صراحه هي اللي خربت الصفقه حقيقه. يعني فيها اذا تسريب الخبر هو وراء انه اللاعب ما يجي احمد حجازي لنادي الاتحاد يعني. كنت معي من جده بالغ الكاتب يعني. والصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك محمد البكيري.